مبالغ بسيطة يا أخي. فصار لي موقف تأكدت أن الناس في الخليج مو كلهم بخير ونعمة، في ناس محتاجين اللهم لك الحمد. أيام دراستي حصل لي موقف يا أخي غريب جدا. أول مرة ينكتب لي، أنا كنت ساكن عند أختي هناك وأمي كانت موجودة وياي، بيت أختي في البحرين، واصطفت أني طلعت وما معاي رخصة السواقة ولا معاي بوكي ولا معاي تلفوني، نسيتهم في البيت. وأول مرة تصير وياي أني أطلع من غير بوكي ومن غير تلفوني. طلعت ركبت السيارة بدوج، ما أدري تاكن صدري ما أدري وش عندي، وأنا أفتر ولا الدورية اللي وراي الشرطة وقف وقف ويوقفوني. يلي هذول وش عندهم؟ يوقفوني، ينزل الشرطي وين رخصة القيادة ليسن، وأطور دور بوكي ما لقيت بوكي، أمحق ادور تلفوني. قلت والله انا اسف بس طلعت ناسي بوكي في البيت هني، والسياره كويتيه واللوحه كويتيه. قال طيب، قلت انا بيت اختي هني ناسي البوك وناسي تلفوني، اذا ممكن تعطيني تلفونك ولا نروح البيت واطلع لك. ما خذيته، طا 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 ولا هم كرفسيني حاطيني بالدوريه، حرك حرك. ليش بيقوم الشرطي ذا الضفعه ينزل ويركب سيارتي؟ وقال على طول على وسبحان الله انا كنت بالرفاع الغربي، قبضوا علي، ما ودوني رفاع الغربي، ودوني مدينة عيسى ويشلعون على طول الساعة 12 بالليل 11 شو على طول. لو سمحت يا ابن الحلال، أنا ناسي الليسن بس ناسي البوك، وفي ليسني وفي بطاقتي وفي ثباتي، ودني بيت أختي. قال لا، تروح تنعرض الصبح على وكيل النيابة. كبرتوه الله يهداك، ما نعرض على وكيل النيابة. قالي المهم قالي تنعرض الصبح على وكيل النيابة. وكيل النيابة وش نيابة؟ ذبح احد؟ انا مسوي شيء؟ قال وكيل نيابه المرور، البحرين هم عاد حريصين على المرور، يشوفون شنو عندك ويعطيك عليها غرامه او شيء، تدفع كفاله وتطلع. طيب يا سنافي يا ابن الحلال، عطني تلفونك خلني ادق على عيال اختي خليهم يجيبون بوكي. قال لا يا قال الوكالة. وصلنا الشرطه، نزلوني يا جماعه ويدخلوني حجز سجن صغير. يوم تك صدري يا رب، يعني شو اللي صار؟ بوكي وناسي في البيت. يا وانا يطرب بالي الجماعة بالكويت والربع، يا لو يقولون خالد مسكوه في البحرين ومسجون، بيصدقون اني ناسي بوكي في البيت؟ لا، ولك سمعتي بالتشوى، بيقولون بس خلاص سكير مكير ملعون خير فيه وفيه. يا ليل الليلة، وانا يدخلوني النظارة السجن. يوم دخل انا ادخل السجن وانا ضايق صدري، يا ربي الحين أمي الله يرحمها يسكنها الجنة، لو قالوا لها خالد ما جاء البيت يدقون تلفون على الكويت بيقول خالد جاكم، هذا بيدرون أني انسجنت على شنو؟ والله ناسي بوكي في البيت. لا غير السالفة هذه يا خالد، والله بكرة ما حد يزوجني في الكويت. يا لين الليلة، وأنا أدخل وضيق صدري. يو وقعد الحين ايش بسوي؟ بنعرض الصبح لو كني أبا يعني عشان رخصة قيادة، وأنا أقعد ما خذيت إلا واحد يا الربع أسمر أسود البشرة، ولا قاعد على سرير دورين، ولا هو جايني يمشي. يو اللي يشوفه بالأفلام الأجنبية دائما كل ما تدخل سجن يجيك واحد أسود يمسكك ويرضخك، بيصير فيني الحين هذا بيرضخني. يا لأن الليلة ويجيني، ولا هو بحريني صغير في العمر كان يعني أصغر الحين وجلس جنبي، وانا جالس جنبي وداري ان انا بديت الشر. قلت له فارقني عود مكانك، فارقني روح مكانك. قال لي يا شهست يا الاخ، وش هست؟ شهست كلمه بحرينيه يعني ايش فيك؟ ولا يا ولد شهست ولا مش هست؟ فارقني لا ترابخ انا وياك. قال هو يا ايش قضيتك انت؟ خمر؟ قلت خمر يا انا باهي، انا هذا عادها بيد بسني خمر. لا فارقني. قال ها مخدرات؟ قلت لا قذيفة بابل سكوبار، انا زعيم مافيا انا. يا ابن الحلال فارقني يا ابن الحلال، مو شغلك. ويروح ويقعد على سريره دورين ويقعد وطالع، الا ولا الرجال ناشر ملابسه على السرير، يعني سالفه مطوله ما هي بيوم ولا يومين، هذا ناشر ملابسه يعني مغسل ملابسه. الحين انا بغيت اموت، هو ناشر ملابسه، ليش ملابسه مغسلها ومعلقها على السرير من فوق؟ يعني انا ما راح اطلع بكره؟ ها يا ربع، وانا اتروع
ولا اللي طايحين، اللي سكران واللي منتهي واللي هنود هذا شكله مطول. انا ليش خربتها معه؟ كان نشته، الحين شلون افتح الموضوع معه؟ توني زافه. وانا اقعد شوي شوي شوي، اقوم اقرب منه لين جيت عنده. قمت جيت عنده وقعد جنبه على السرير، قلت والله ليس انا تصدق ناسي، ليس ناسي ابوكي. بس قال شو ناسي ابوكي؟ كنت انت من شوي تسالني ايش قضيتك، وانا اقول لك والله ناسي ابوكي، والله في البيت بلاي ابوكي ناسي في البيت، والله تلوني منه ودخلوني عندك. شوف سبحان الله ليش قبضوا علي جابوني راح تعرفون في النهايه. قلت والله بس ابوكي ناسي، ابوكي فيه ليسني وتلفوني ناسي. وقال انت ما عندك تلفون؟ قال لا والله ما عندي تلفون. انت من زمان هني يعني اشوفك ناشر ملابسك، معلق ملابسك. قال لي يا انا صار لي هني صار لي كم شهر. شلون كم شهر؟ قال لي انا ضيعت كم؟ قال لي والله يا جماعه شهرين يعني. امحاك شهرين؟ قال لي قلت يعني مطول؟ قال لي قلت انا يعني انا اشوف لي سرير منه ولا منه، حجز لي مكان. قال اكو اللي فوق، اكو يبيني انام فوقه بالسرير اللي فوق، اكو اللي فوق سرير فوق. قال لي لا والله يا اخوك انا والله اتقلب، كان اخاف احول عليك من فوق، كانك انت تبدل تاخذ اللي فوق تخليني انا تحت. بس ليش يعني انا ليس الناسي والله العظيم. قال ايش يبون يسوون فيك عدوهم؟ قلت لهم قالوا لي الصبح بيعرضوني على وكيل نيابه. قال اي وكيل نيابه يعطيك عاد كفاله، يعطيك شيء عاد اذا عندك فلوس تدفع، ما عندك فلوس عاد. قلت وين؟ قال انا حاط عليه كفاله بس ما عندي. قلت ايش كثر حاط عليك؟ قال حاط علي 100. ولا 100؟ قال لي يا ابوي 100 لو تقاططوا لي الجماعه ما طلعت. 100,000؟ قال له 100 دينار. شوف يا جماعه سبحان الله، يمكن ما تتخيل في يوم من الايام ان واحد يقعد فتره بالسجن هذا شهور عشان 100 دينار بس. والله العظيم يا جماعه ما زليت عليكم. قلت 100 دينار 100 دينار يعني 80 كويتي، 80 دينار كويتي سعودي ما يقارب 1000 سعودي بس. قلت 100 دينار بلاي 100 دينار؟ قال لي انت من جدك تتكلم؟ قال لي 100 دينار وين ابوك ما دفعها؟ قال ابوي موت الله يرحمه. الله يرحمه. زين امك ولا عمانك ولا؟ قال انا ما عندي الا امي واخواني، اخواني كلهم اصغر مني وامي على قد حولها، ما عندنا بيت اجار، يلا تدفع، ماخذين شقه اجار، يلا تدفع، ولا عندها وظيفه. انا طلع مسكين فخير وحالته حاله، وانا بغيت اتراضخ معاه بدايه السالفه. ايش عرفني؟ اشوف ذا الافلام دائما كما تدخل سجن مسكك واحد رنك عشان تمشي سيده بالسجن. قلت بس الحين بيرنوني انا ما دريت. بلي 100 دينار؟ قال لي والله 100 دينار. قال لي وامك ما تقدر؟ قال لا امي يلا تجمع فلوس تدفع اجار الشقه واكل اخواني، والله ما عندي شيء. والله يا جماعه انه وجعني يوم قال لي 100 دينار. اويلي 100 دينار تقعدك في السجن، حنا نصرفه على مطاعم وعلى اشياء، اويلي ويلا. لا ويطرب بالي الضباط الرخوم اللي برا، الضباط اللي قاعدين برا. قلت والعسكر هذول الضباط الرخوم ولا واحد فيهم تقاطط رجع لهم السلال وطلع؟ ابكيهم الضفوع. قلت يا الربع، واجلس انا وياها سولف. يوم جات الساعه 6 الصبح ما خذيت الا العسكري داخل ويناديني خالد خالد. نعم انت خالد؟ خالد محمد؟ اي نعم انا خالد محمد. قال تعال. قلت له بعد اذنك انا بروح لحد ينام على السرير احجز، انا بروح اشوف ايش يبي ذا العسكري واجي. ولا عيال اختي برا جايبين ليسين وجايبين. ها يا مرحبا، انت شلون دريت؟ قالوا سالنا وهذا وعرفنا وقالوا لنا انك انت محجوز ما في اثبات، رحنا جبنا اثباتاتك والحين اطلع اروح البيت بس. قال لي قلت والله العظيم يلي خلاني يلا هطلع من البيت من غير بوكي ومن غير تلفوني اول مره تصير، ويمسكوني الشرطه جات وصفطتني الدوريه، مو تفتيش ولا كمين، فجاه الدوريه صفطتني كانهم يدرون وسحبوني تلوني وحذفوني هناك، ان كان الله يقول شوف ذا الادمي اللي موجود في السجن. انا طالب وقتها وانا جيت للعسكري اللي قاعد على الاستقبال هذا لو سمحت. قال لي قلت انت جيت وناديتني وطلعتني من السجن؟ كان في ولد قاعد معاي، ولد صغير شوي بالعمر. قال لي قلت هذا ايش موضوعه؟ قال موضوعه انا ناسي يا جماعه، هي هوشه شيء والله ناسي شنو كان موضوعه، يعني موضوعه هوشه شيء.
قال يو عليه وكيل النيابة حط عليه غرامة أو كفالة 100 دينار، إذا دفعها يطلع، قال يطلع الحين لو يدفعها، وإذا ما دفعها قال إذا ما دفعها يلطع لين عاد نشوف بعد كم شهر نعرض على وكيل النيابة أو شيء ونشوف. أنت من جدك والله؟ قال لي 100 دينار يطلع. قال لي أبكيك يا الضفعة، أنت في اللي معك في الزعم ما تقاطعت طلعت ذا الفغير ذا المسكين، أبكيكم لو واحد 10 دنانير ولا 5 دنانير كلكم كان طلعتوه، طلع وامسى عند أمه بدال أمه لا تجي تزوره كل فترة، رجع لكم والله. وأنا أطلع وأنا أروح البيت، ما طلعته وأنا أروح البيت، أنا أدرس طالب أجي البيت ولا أمي المسكينة متروعة، أجي البيت ولا أمي قاعدة ببيت أختي ولا أمي متروعة، وأسلم عليها وأطيح عندها. يوم ما تروعتي أنا القعدة، أنا أصغر عيال أمي، يوم ما تروعتي قالت يا ولدي بغيت أموت، يا ولدي بغيت أموت يوم دريت إنك في السجن عشان ليسن، والله ما ارتحت لين خذ أبوكك وراحوا وطلعوك، والله يا يما تروعتي. قلت يما اسمعي السالفه واقوم اعلمها، يا يما الموضوع كيت كيت، وهذا ولد والمسكين، وام صار لها كم شهر بس عشان بالايام 100 دينار. قالت امي اسمع، والله العظيم يلي طلعك من غير الليسن من غير ابوكك ومن غير تلفونك، ان ربي ان شاء الله انه يبيك تشوف، وذا الحين امسك وتعطيني بطاقه البنك الله يرحمها ويسكنها الجنه، تعطيني بطاقه البنك. قالت روح اسحب من فلوسي وروح طلعها، الله يغفر لها ان شاء الله، ما هو رياء، هي اللي دفعت يعني، مو انا اللي دافع، امي الله يرحمها. لكن اروح انا يا جماعه وادفع 100 واسال العسكري، قلت الحين يطلع؟ قال الحين روح نطلع. قلت لا تقول اني انا دفعت، طلع طلعت وان شاء الله انهم طلعوه. بس الشيء اللي بقوله يا جماعه، لا تعتقد دائما، الحمد لله احنا بالكويت ولا بالسعوديه بخير ونعمه، ولكن مو الكل، والله العظيم مو الكل. السنه اللي طافت انا اشتغلت مع لجنه، والله بالله ان في ناس يا جماعه ما عندهم اللي يجيبونه لبيتهم غدا ولا عشاء في الكويت، والله بالله اني شفتها. فلا تعتقد ان الكل نفس وضعك، الحمد لله احنا بخير ونعمه، لكن في ناس محتاجين فعلا. في 100 دينار هذه انا وانت وممكن نروح سوق او غيره نتسوق شيء، ما احنا بحاجته ونصرفها، رغم ان في غيرنا بالسجن يا جماعه مش بحاجه 100 دينار، والله العظيم اغلى من 100 دينار. انا قلت القصه وانا والله العظيم مودي اقولها، اخاف لحد يقول رياء، والله مو برياء، والله العظيم اني سربوتي على 70 شارع، لكن يعني حاب اقول لكم والله. بعد دائما عندنا شيء لما تسمع السوالف هذه يقول لك واحد يا رجال في الكويت والسعوديه والامارات الحمد لله ما في احد محتاج، لا في ناس محتاجين مو بكيفك، في ناس عليهم ديون، في واحد ابوه تدين لين قال بس ومات وهقه، ناس كثير. قول الحمد لله انت بخير وانا بخير ونعمه اللهم لك الحمد، غيرنا محتاجين، والله غيرنا محتاجين. مكان عندك عيوب فالدنيا هذه بخير ما دام نأمر بالمعروف، كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فواجب علينا مهما كان، ولا عندنا عيوب، أنا عيوب لهنا والله، عيوب لهنا مهما كان واجب علينا أن نأمر بالمعروف. وانت ناصح لو كنت وش مسوي؟ كنتم مع فضيلة الشيخ خالد البديع، بعدين يقول لكم خذوا الحكمة من أفواه طبعا الطيبين، تصبحون على خير. وش هست ما ترد علي التلفون يا خالد؟ وش هشت صوتي؟ انا كني بزنزانه صح؟ انا كنت السرير في جنبك.